السلام عليكم. المحاضرة اليوم تتكلم عن النيل ديس اوردر. نيل بليت فورمد فروم ذا نيل ماتريكس. النيل ماتريكس هو الجيرمينيتيف بارت اوف ذا نيل بليت، مثل الهير ماتريكس هو جيرمينيتيف بارت اوف ذا هير، البيزال سيل لاير اللي هي جيرمينيتيف بارت اوف ذا سكن. نيل ماتريكس يقع وين؟ ان ذا نيل فولد اون ذا باك اوف ذا تيرمينال فالانكس. النيل ماتريكس منين يمتد؟ من البروكسيمال اند اوف ذا فلور اوف ذا نيل فولد تو ذا ديستال مارجن اوف ذا لانولا. نشرح الصوره تكون اوضح. هذا الستركتشر اوف ذا نيل، يوضح لكم هاي الصوره. عندنا السكن داير مداير النيل، هذا نسميه النيل فولد، هذه البروكسيمال نيل فولد، وهذه هي اللاترال نيل فولد. الجزء مال السكن اللي صاير ديستال اندر ذا بيت نسميه الهايبونيكيوم. اكو منطقة هنا صايرة هنا بالضبط اللي هي تربط بين السكن وبين النيل بيت نسميها الكيوتيكل، منطقة شفافة كلكم تعرفوها بينهم. زين، هذا النيل بيت، هذا النيل فلور. عندنا هذه المكان الفيزيبل بارت، هذه الابيض، هذا يعتبر الفيزيبل بارت اوف ذا نيل ماتريكس. فالنيل ماتريكس يمتد يقع هنا بهذا الانفاجينيشن مالت البروكسيمال نيل فولد، يمتد من البروكسيمال بارت اوف ذا فلور اوف ذا نيل بيد، نيل بيد نعم، للديستال بارت اوف ذا لانيولا اللي هو هذا الديستال بارت اوف ذا لانيولا. هذا فيما يخص النيل ستراكشر. الكيوتيكل هاي المنطقة اللي كنا الشفافة اللي تربط بها النيل بروكسيمال نيل فولد وبين النيل بليت نسميها الكيوتيكل. هذه اكت از اسيال، تعتبر فد سدادة يعني تحميل النيل او تحميل الماتريكس او البروكسيمال نيل فولد فروم كيميكالز اند انفكشن. شنو الفانكشن مالت النيل؟ هو بروفايد سترينث اند بروتكشن اوف ذا تيرمينال فالانكس، هيلب وذ فاين تاتش هاندلينج سمول اوبجكت. The rate of growth of the nail vary from person to person. وأيضا من الفينجرنيل عن التونيل. The average growth of the fingernail من نص إلى واحد مليم per week. نص إلى واحد تقريبا واثنين مليم per week. ويكون slowly بالتونيل. More slowly بالتونيل. The nail growth يكون faster in summer بالصيف. وبالأشخاص اللي يعبون أظافرهم، وأيضا بالشباب النيل growth يكون faster than the old. طبعا النيل يصير بي change ويا العمر ويا الأيجينج. فمن يتحول مما هو thin شكله تقريبا spooned nail بالearly childhood إلى duller, paler and more opaque، يكون more يعني أثخن وشكله يكون opaque يعني تختفي الشفافية مالته. ممكن يكون على الكلر بيل من طبعا بالاشخاص اللي هم old. نجي على النيل ديس اوردر. النيل ديس اوردر راح نقسمها الى نيل ديس اوردر اسوشيتد وذ سكن ديزيز، ونقسمها الى تروماتيك نيل ديس اوردر وتيومر، واخر شيء عندنا النيل ان سيستميك ديزيز. ندخل اول شيء النيل ديس اوردر اسوشيتد وذ سكن ديزيز. اول ديزيز اللي يصير ب نيل انفولمنت هي سورايسيس. طبعا نيل انفولمنت بالسورايسيس تتراوح من 10 الى 50% من البيشنت عندهم نيل تشينجز. نقسمها الى خمس انواع، يعني اربع انواع اللي هي هذه الموست امبورتنت. وعندنا اذر تشينجز. اول وحده هي الاونيكولايسيس. الاونيكولايسيس طبعا مو بس بالسورايسيس موجود، عندنا هوايه ديزيز تصير بها اونيكولايسيس، مثلا بالفانجل انفكشن اوف ذا نيل، صار بالتروماتيك نيل. نيجي هنا بالسورايسيس. الأونيكولايسيس هو معناته هو separation of the nail from the nail bed. طبعا ويصير بسبب هنا يكون السورايسيس of the nail bed الهايبونيكيوم اللي احنا قلنا عليه، اللي هو distal part of the nail bed. فبسبب السورايسيس مات النيل بيد راح يصير عندنا separation of the nail from the nail bed. بعدين يصير عندنا accumulation of yellow scaly debris اللي هي تسبب لنا separation والإليفيشن أوف نيل بليت. ثنين عندنا نيل ديفورميتي. نيل ديفورميتي يعني نيل كله يصير مخربط، يصير بيه فراغمنتيشن وكرامبلينج، طبعا هنا بسبب السورايسيس أوف نيل ماتريكس. البيتينج اللي هي عبارة عن نقاط صغار
البيتنج هم هنا موجود بهواية ديزيز من ضمنها السورايسيس، وعندنا يصير بالالوبيجي ارياتا ويصير بالاكزيما واللايكن بلانس واذر ديس اوردر. البيتنج مال السورايسيس مفرق عن البيتنج اوف ذا الوبيجي ارياتا، هنا يكون البيتنج تكون لارج وريجولارلي ديستريبيوتد، عكس الالوبيجي ارياتا اللي هي تكون سمول وريجولارلي ديستريبيوتد. ليش يصير البيتنج؟ اللي هو عبارة عن شيدنج، هو عبارة عن شيدنج of the scale of psoriasis of psoriatic cell. Nail plate cell shed يعني هو shedding of the scale of the nail plate shed، مثل ما يصير shedding بالpsoriatic بالpsoriatic scale بالskin، وبالتالي راح يشوف إن tiny punched out depression on the nail plate surface. أكو نقطة نسموها نقطة أو changes نسميها oil spot lesion، هذه بسبب يصير معناته psoriatic localized psoriasis فسبب إنه localized separation of the nail plate from the nail bed. بعدين تجينا cellular debris والserum accumulate فينطينا yellowish brownish yellow color. تريتمنت مالت السورايتك اوف ذا نيل طبعا هي ديفيكولت وريزيستنت، فممكن نستخدم توبيكال ستيرويد اندر اوكلوجن، نستخدم انتراليجنال ستيرويد، ممكن نستخدم سيستميك تريتمنت مثل السايكلوسبورين والام تي اكس والاستريتين اور بايولوجيك ايجنت. هذه الصوره توضح التشينجز. انا هذا عندنا النيل بيتنج، شوف تكون لارج وريجولار بسبب الشيدنج اوف ذا، هذه هي هنا لو شوفون هنا اكفت سورايتك سكيل يصير بها شيدنج تتحول الى ديبرجن. هنا هذه الاويل سبوت اللي قلنا بسبب اللوكلايزد بالضبط مثل الاونيكولايسيس لوكلايزد سيبريشن اوف ذا نيل فروم ذا نيل بيد وتتجمع بها السوائل. هنا هذه سورايسيس اوف ذا نيل، هذه هنا كلها ديستركتد فراجمنتد كرامبلينج نيل بسبب الانفولمنت اوف ذا نيل ماتريكس. نجي على الديزيز الاخر هو اللايكن بلانس. نيل انفولفمنت باللايكن بلانس تقريبا تصير 25% من البيشنت. اهم فيتشر هي او الموست كمان نقول نيل ثينينج وفيشرنج اند لونجيتودينال جروف اند ريدج. اكو فد فيتشر اللي هي تعتبر فد باثوجنومونيك لللايكن بلانس نسميه الدورزال تريجيوم. هنا الكيوتيكل جرو فورورد اوفر ذا بيس اوف ذا نيل اند اتاتشد اتسيلف تو ذا نيل بليت، يعني هذا هو التريجيوم خلينا نشرحه هنا. احنا المفروض هنا عندنا بهذه المنطقه عندنا الكيوتيكل، والكيوتيكل ما يصير اتاتشد فيرملي بحيث انه يطول ويا النيل بليت، لا المفروض يكون هنا فقط. هنا راح يبقى يستمر بالجروث ويا النيل بليت، او بمعنى اخر هو الادهيجن اوف ذا بروكسيمال نيل فولد تو ذا نيل بليت، هذا هو التريجيوم. هنا بهاي المرحله نسميه دورزال تريجيوم. هنا هذا الثينينج واللونجيتودينال جروف اند فيشرنج، هذه هي الموست كومن فيتشر اوف ذا نيل باللايكن بلانس. تريتمنت مالته طبعا هم ريزيستنت تريتمنت انتراليجنال ستيرويد، ممكن نعطي سيستميك ستيرويد بدوز 20 الى 40 ملي جرام بير دي. الديزيز الاخر اللي هو من خانه الانفكشن الاكيوت بارونيكيا. البارونيكيا معناتها هو الانفلاميشن اوف ذا نيل فولد ويذر ابروكسيمال اور لاترال. اكيوت يعني رابيد اونست. الاكيوت بارونيكيا طبعا الكوز مالتها بكتيريال، تبع على النقطه بكتيريال كوز. رابيد اونست اوف بينفول برايت ريد سوالينج اوف ذا بروكسيمال اند ذا لاترال نيل فولد. ممكن تكون سوبرفيشال انفكشن وممكن تكون ديب انفكشن. Superficial infection عادة يكون نشوف عندنا accumulation of purulent material behind the cuticle، ومن يكون diffuse و painful swelling معناته يكون deeper infection. Treatment تعتمد على degree of inflammation، ممكن نستخدم كمادات دافية، نستخدم topical antibiotic و systemic antibiotic، وممكن أحيانا إذا كانت كلش deep و large بس ممكن نسوي لها surgical drainage. هذه هي الأكيوت بارونيكيا، فهنا هي الانفلاميشن وسوالينج وبيل كلر. ليش؟ لأنه هنا أكو بس أندر دي لاترال نيل فولد، وهنا باعوا بالدرنج هذا البس شون طالع وهاي المنطقة شون ريد وانفلامد. كرونيك
البارونيكية. طبعا الكرونيك بارونيكية تختلف عن الأكيوت. الكوز مالتها يكون عبارة عن كونتاكت أكثر مما هي بكتيريال انفكشن كونتاكت ديرماتيتس، ويصير بها سوبر أدد فانجل انفكشن. هذا الكوز. طبعا الكرونيك برونيكيا همينة انفولف دي فينجر نيل اوف ادلت وومن، وخاصة طبعا الصير الكرونيك برونيكيا بدول اللي هو يشتغلون بالمي، مثلا الهاوس وايف وجماعة المطاعم اللي يشتغلون بالمطاعم. طبعا هنا هي قلنا تمثلنا كونتاكت ريأكشن تو ايرتنت اور الارجين، همينة تجينا على شكل انفلاميشن اوف ذا بروكسيمال نيل فولد بها اريثيما واديما، ونتيجة الكرونيك كورس فراح يصير بها absence of the cuticle of several fingernail. دمج للنيل ماتريكس، احنا ممكن الكيوتيكل راح وهي كرونيك، فراح هذا يكون فد way of entry of chemical and infection للماتريكس، فراح يصير دمج للماتريكس، فراح يؤدي النيل بليت. من نتيجة راح تكون النيل بليت اللي صايرة هي بيها changes، فراح يصير البليت سيرفيس abnormalities and booze line. prolonged course اكيد لان هي chronic، وممكن قلنا يصير بيها super added recurrent infection، وممكن تجينا acute attack on chronic course. secondary infection قلنا with candida، وممكن احيانا pseudomonas aeruginosa bacterial infection. treatment اولا هو avoidance of water and chemical exposure، نقلل من التعرض للماء، نستخدم بما انه كنا هي irritant و super added fungal infection، لذلك نستخدم topical steroid و topical anti fungal اللي هي الاميدازول، وممكن نستخدم topical antiseptic اذا كان عند bacterial infection. هذه هي الكرونيك برونيكا. بعنانه هذه هي the swelling of the proximal nail fold و lateral nail fold. هنا باعوا الفراغ، ليش؟ لأنه absence of the cuticle. وهنا هذه هي النيل changes بسبب أنه هنا الماتريكس انضرب وصار بي دمج. نيجي على الوورت. Periangual wart are common in the nail biters، دول اللي عضضون أصابعهم فيسمونه separate of infection of the viral wart. طبعا عادة يكون multiple و involve several nail. شو شكله يكون؟ عبارة عن keratotic papule or and plug. هذا بالضبط هو ال periangual wart. شوفوا شكله هنا multiple أو نسميه plug هنا بهذه الحالة. إذا صار الwart بالنيل بيد فراح يسوينا onycholysis uplifting of the nail bed with onycholysis. ال periangual wart كلش مهم ولازم ناخذه بحذر، ليش؟ لأنه أكو significance of squamous cell carcinoma can arise in periangual wart، أو ممكن هي تكون شكلها يشبه الwart، لذلك should be carefully evaluated. fungal infection of the nail اللي هو نسميه onychomycosis اللي هو عبارة عن fungal infection whether it is tinea or candida. فتينيا of the nail نسميها tinea angwam أو ممكن نسميها nail ringworm. caused mainly by trichophyton rubrum أو trichophyton metachrophyte. هذه most common organism اللي سبب لنا tinea angwam. nail infection tinea of the nail ممكن تجي وحدها، وممكن في أغلب الأحيان associated with tinea of the hand or the feet. the pattern of onychomycosis أول نوع هو distal subangual onychomycosis. هنا distal subangual هذا most common pattern. distal nail plate راح تتحول إلى yellow or white، ويصير بها onycholysis separation of the nail from the nail bed، والبليت تكون crumble and fragment متكسرة. يعني النوع الآخر اللي هو الوايت سوبرفيشال onychomycosis، كل نيال هنا involved ويكون على شكل مالته وايت وسوفت ودراي وباودري وايزيلي سكريبت اواي. بروكسيمال سبانجوال onychomycosis هذا عكس الديستال، يبدينا هنا من البروكسيمال اند، فنشوف ترانسفيرز وايت باند
تبدينا بالبروكسيمال نيال بليت وسبريت ديستالي. طبعا هذا الموست كمان باترن اللي نشوفه بالايدز بيشنت وموست كمان اللي هنا كوست باي تينيا ترايكوفايدون ربرم. كانديدا اونيكومايكوسيز كوست باي كانديدا البيكان طبعا نشوفها اكسكلوسيفلي بالكرونيك ميوكوكوتينوس كانديدياسيس. هذا في جينيتك كونديشن صار عندهم increased tendency to develop infection with candida multiple type من ضمنها الكانديدا اونيكومايكوسيس. involve all fingernail النيل بليت راح نشوفها thick والكلر مالتها yellow brown. treatment مالت الاونيكومايكوسيس in general نستخدم الاورال ايجنت. طبعا التينيا انكوام هي واحدة من الانديكيشن to use of systemic antifungal وجوز اخذتوها بالفنجل انفكشن. فنستخدم systemic ما تفيد التوبيكال فقط اللي هي التيربينافين التراكونازول فلوكانازول and other. ممكن نسوي لها surgical avulsion يعني نشيل النيل كله. ممكن نستخدم non-surgical avulsion by مثلا creams هذا اللي يسوينا destruction للنيل ماتريكس مثلا 40% يوريا كريم. طبعا هذه توضح انها المالتيبل تايب اوف اونيكومايكوسيس الصوره. بالنسبه للبروكسيمال سب انجوال اونيكومايكوسيس من هنا راح يكون الانتري اوف دي فانجس تجي انفيدين الماتريكس فروم بيلو. هنا هذا الديستال سب انجوال اونيكومايكوسيس الانتري والوايد سوبرفيشال اونيكومايكوسيس يكون الانتري فروم اباف يعني من السطح مال النيال بليت. هذه هي الديستال سب انجوال اونيكومايكوسيس هذه البروكسيمال سبانجوال اونيكومايكوسيس وهاي الوايد سوبرفيشال اونيكومايكوسيس. هاي فيما يخص السكن ديزيز النيل ان سكن ديزيز. هنا راح ندخل بسبجكت اخر اللي هي تروماتيك نيل ابنورماليتيز. اول وحده هي الاونيكوتيلومينيا مثل ما اخذنا ترايكوتيلومينيا دول اللي هم يسوون سيلف انديوز الوبيجيا. هنا الأونيكوتيلومينيا بالضبط نفسها هي self-induced nail abnormalities. self-induced nail abnormalities نشوف بيها changes معينة. طبعا هي طبعا الأونيكوتيلومينيا بيها أنواع من هاي self-induced abnormalities بس كلهم نشوف فيتشر معينة اللي هي راح نباوع انه نشوف cuticle absent والproximal nail fold inflamed. نشوف nail bleed surface abnormalities مثل longitudinal central depression. شوف ميلانو نيكيا يعني بيجمنتد نيل هيموريج اند كراست. شنو هذه الاونيكوتيلومينيا تشمل؟ اول وحده هي نيل بايتينج دول اللي عضعضون باظافيرهم سيلف انديوسد ابنورماليتيز. النوع الثاني هابتيك ديفورميتي. طبعا هذه الهابتيك ديفورميتي افكت ذا ثامب تصير هي عباره عن نيرفس هابت. شلون؟ رابينج اند بوشينج باك of the mid portion of the cuticle with the thumb of the thumb with the index finger. ما اعرف انا يعني شلون اوضح لكم اياها بس بالضبط هو الثمب يجي بالindex finger يضل يدفع الميدل بارت هم هي قلنا نيرفس هابت الميدل بارت of the cuticle يرجع لي ورا فيصير بالنتيجه راح يؤدي الماتريكس وراح يصير عندنا فد سنترال ديبريشن بالنيال بليت. بس نشوفكم الصوره. النوع الآخر هو nail destruction by other method by scissors or clippers. دول يستخدمون أشياء حتى يسوون destroy للنيل. هذه هي ال haptic deformity بالضبط بالindex finger يجي يدفع central part of the cuticle لورا فبالنتيجة راح يأذي الماتريكس وراح يسوي نفذ هذه central destruction للنيل. النوع الآخر من التروماتيك نيل الهيماتوما سب أنجوال هيماتوما يعني هيموريج أندر ذا نيل. راح نلقى عندهم هيستوري أوف أكيوت تروما. الكلر مات النيل راح يكون ممكن ريد بربل أو بلاك إن كلر. تيبيكال ديرموسكوبيك فيتشر بالديرموسكوب نستخدم راح نشوف التيبيكال فيتشر. وعندنا نقطة كلش مهمة اللي تميزنا للتروما عن الميلانوما انه موف ديستالي وذ نيل جروث. هذا الهيموريج راح يمشي ويا ميطول النيل وهاي الفيتشر كلش مهمه جدا تميز انها عن الميلانوما.
فولد كومبليتلي كلير، ما بيها اي بيجمنت، اللي لو صاير بيها بيجمنت نخلي بالنا سسبشن اوف مالجنت ميلانوما اكثر، اللي احنا سميناها هاتشينسون، نسميها هذه الانفولفمنت اوف ذا نيل فولد نسميها الهاتشينسون ساين. اونيكولايسيس هنا تروماتيك، نقصد بالاونيكولايسيس التروماتيك، هذا اللي هو عباره عن سيبريشن اوف ذا نيل بليد فروم ذا نيل بليد. اكو انواع ديستال ممكن يكون ديفيوز سيبريشن، كوزز هنا ميكانيكال وكيميكال. ميكانيكال دول اللي يسوون الميني كير، نوبات يسوون تروما للنيال ماتريكس او للنيال بيت، وبالتالي راح يسوون سيبريشن. الكيميكال دول اللي يستخدمون الاكريليك نيل، راح يشوفون ورا ما يشيلوها تصير النيل مالتهم مكسره ومفصوله عن النيل بيد. النوع الاخر هو البنسر نيل. البنسر نيل مثل ما تشوفون هذا النيل كلش مقوس، بحيث يسوي لنا بينشينج بالضبط، يقرص النيل بيد. طلعوا هنا النيل كلش مقوس، نسميه اوفر كيرفد نيل بليد، وبالتالي راح يسوي لنا بينشينج وبرجر على النيل بيد. التونيل يصير اكثر من الفينجر نيل، يصير عندنا سيفير بين، وبالاكس راي لما نسوي الاكس راي حتى نسوي اكسكلود للسب انجوال اكسوستوسيس، يعني هذا بوني بروميننس شود بي اكسكلودد بالاكس راي اكزامينيشن. الانجرونج تونيل اغلبكم صاير عندكم او بالفاميلي شايفين، يعني النيل يصير جروث باللاترال، يعني اندر يفوت باللاترال نير فولد، عاده يصير باليونج ادلت. يصير عندنا كونجنيتال مال الاينمنت اوفن بريزنت، يعني هو من الولاده بيفد، يعني ما قاعد عدل النيل. بريسيبيتيتنج فاكتور مثلا هو امبروبر نيل كاتينج وهايبر هيدروسيس. راح نشوف شلون يجينا painful inflammation of the lateral fold، وراح نشوف growth of granulation tissue. treatment اهم شيء هي بالتريتمنت هو prevention through patient education، نعلم شلون يقص الاظفر، نقلل من الهايبر هيدروسيس اللي يصير. الجرانوليشن تشو ممكن نعالجها انه نخلي لها topical antibiotic و topical steroid، ممكن by cryotherapy or chemical cautery، والافضل انه هو نسوي له permanent avulsion لانه هذه recurrent عادة، نسوي له permanent avulsion للنيل سواء by chemical substance مثلا اللي هي 88% فينول، laser excisional surgical removal of the lateral matrix، وبالتالي راح ما يتكون نيل وما يرجع نفس المشكلة. هذه هي الانجرونج تونيل، بالضبط النيل هنا فايت باللاترال نيل فولد ومسوينا هذا الانفلاميشن، وهنا باعوا البص شلون طالع، وممكن يصير growth of granulation tissue. هسه ندخل بالنيل تيومر. النيل تيومر تتقسم الى مثل كل تيومر بناين ومالجنانت. اول واحد من البناني تيومر هو البيوجينيك جرانيلوما، هي بليدنج انجيوماتاس بابيلونوديول، ممكن السايت مالتها يكون بري انجوال، ممكن سب انجوال، والكوز مالتها عادة في اغلب الاحيان تروماتيك، طبعا ممكن كوز باي دراج. هذه هي البري انجوال بيوجينيك جرانيلوما، طبعا بس واحد اقل تروما يصير بيها سيفير بليدنج. الميكزويد سيست او نسميه ميوكاس سيست، هذا موست كومن نيل تيومر بالميدل ايج وومن، موست كومنلي اوكر وين موجود بالبروكسيمال نيل فولد اوف ذا فينجر نيل. شو نشوفه على شكل سوفت نوديول سبونتينيوسلي درين فيسكس جيلي لايك فلويد. هذا السيست كونكتد للديستال انترفالنجيال جوينت، لذلك بالتريتمنت مالته لازم نكون بي كيرفول لندخل البكتيريا اللي يصير انتري اوف بكتيريا، وبالتالي راح يصير عندنا مشكله هي الاوستيو ارثرايتس اوف ذا ديستال جوينت از ا فريكوينت اسوشيشن. تريتمنت ممكن سكليروثيرابي، كرايو سيرجري، وممكن انترليجنال ستيرويد. هذا هو الميوكاس سيست بالضبط، هنا باعوه موجود، هنا صاير السايت مالته
يعني بتقعد بتطبط على النيال ماتريكس، لذلك بقى شلون مسوينها، يعني ما جاي على شكل نودول وانما جاي على شكل ديستركشن، لوكالايزد ديستركشن بسبب البريشر على النيال ماتريكس، فصاير عندنا هنا ديستركشن للنيال بليت. هنا أنا موجود على شكل نودولاية ترانسلوسنت، وهنا أنا باعه ممكن يصير بيدرانج اوف دي هذا الفيسكاس جيلي لايك فلويد كلوماس تيومر. طبعا هذا واحد من البينفول او سيفيرلي بينفول تيومر اوف ذا نيل بيد ارايز فروم نيورو مايو ارتيريال كلوماسيا الموجوده بالنيل بيد. نيل بيد ديرمس كان اسوشيتد وذ سيفير بين راديت بروكسيمالي، وهذا البين طبعا اجريفيتد باي فيزيكال اور ثيرمال ستيمولاي وخاصه بالكولد، يظهر على شكل ريد بلوش ماكيول فيزيبل through the transparent nail plate. بالضبط هذه هي عبارة عن red blush macule، هذه red blush macule لأنه التيومر موجود بالنيل بيت under the nail plate. المالجنت تيومر راح ناخذ الكيراتوكانثوما، هي painful subacral nodule rapid growth مثل الفيجر مات الكيراتوكانثوما anywhere، وممكن يسوينا osteolysis تسوي للأندرلاينك بون فيطلع عنا أستيولايسيس بالراديوغراف. سكوامس سيل كارسينوما most frequent malignant tumor of the nail apparatus commonly affect the fingernail of middle age men كcausative role لاحظنا للهيومن هيربس فيروس تايب 16، هذا هو الأونكوجينيك فيروس. كلينيكالي تجينا على شكل slowly growing periangual or subangual mass ulcerate and bleed periangual swelling and inflammation ممكن نشوف، ممكن يصير عندنا bony involvement لكن distal metastasis يكون rare most commonly involve only the nail. melanoma subangual melanoma راح تجينا اذا نيل موجود، فراح نشوف longitudinal melanonychia. Thumb هو الموست فريكوينت سايت، ممكن نسوي نيل بليت ديستركشن. قلنا الهاتشنسون ساين هذه مهمة، واحدة من الأشياء اللي تفرقها عن النيل تروما اللي هي انفولمنت اوف ذا نيل فولد باي بيجمنت. ممكن تجينا الميلانوما ميلانوتيك ب 25% من الكيسات، طبعا هنا هذه ديفيكولت تو دايجنوز. هسه نجي على آخر فقرة بالمحاضرة اللي هي النيل ان سيستميك ديزيز. النيل ممكن تعتبر فد كلو السيستميك كونديشن. اول كونديشن ناخذه هو الكلابينج، ماخذي اكيد بالباطنيه وتعرفوه، هو عباره عن بلبس انارجمنت اوف ذا تيرمينال فالينجز وانكريز اوف ذا انجل بتوين ذا نيل بليت اند ذا بروكسيمال نيل فولد، صير اوفر 180 ديجري. طبعا اسوشيتد وذ كرونيك لانج ديزيز سيانوت كارد ديزيز، وممكن يكون فاميليال. كولينيكيا اللي هي سبون شيب نيل ثينينج اوف ذا نيل بليت، طبعا هذا يكون فيزيولوجيك بالتشيلدرن، ممكن اسوشيتد وذ ايرون ديفيشنسي انيميا بالادلت. هالف اند هالف نيل هذه تعرفوها واكيد ماخذيها همينه، اللي يكون البروكسيمال بارت يكون وايت والديستال بارت يكون ريد اور براون، ونشوفها موست بروبابلي بالكرونيك renal failure. teri nail leukonychia، leukonychia معناتها white nail. teri nail هي عبارة عن كل النيل نشوف أدنى affect the whole nail except 1 to 2 millimeter distal band، يعني كل النيل يكون white at distal 1 to 2 millimeter، راح نشوفها يعني normal color مال النيل بليد. الكوز مالتها هنا طبعا hypoalbuminemia اللي associated with liver cirrhosis. Mohawk nail هذه هنا راح نشوف multiple transverse white band parallel to the lanula، طبعا associated with chemotherapy mainly most common cause. هذه هي اليوكونيكيا مال التيري نيل، شوفوا هذا كله تقريبا النيل يكون وايت عدا هذه ال 1 2 مليمتر، وهذه المهارك نيل باعوا هذه transverse وايت باند تكون parallel to the lanula، هذه هي اللانولا اللي قلنا visible part of the nail matrix. عندنا condition نسميه ال yellow nail syndrome.
اليورونيال سيندروم changes عادة تبدينا بالأدلت لايف موست كمان يجي ويا chest problem ويجي ويا peripheral lymphedema و pleural effusion in most cases إنه هو associated mainly with chest problem. شو نشوف اليورونيال سيندروم؟ طبعا all 20 نيال involved growth مالتها يكون very slowly النيال كلها become thickened الكلر مالتها يكون greenish yellow surface مالتها smooth of the nail plate تكون smooth وتكون over curved from side to side بالضبط هذا هو اليلو نيال سيندروم شوفوها over curved زين smooth الكلر مالتها yellow طبعا ويها ساين اخرى هي يصير عندهم absence of the cuticle وassociated قلنا with chest problem post line البوز لاين هو عبارة عن transverse grooves بقى هنا transverse grooves appear on all nail few weeks after acute illness بالضبط إذا تتذكرون بالتيلوجين إفليفيوم تيلوجين إفليفيوم أخذنا هو يصير sudden fall of hair follow acute illness نفس الحالة البوز لاين هي عبارة عن transverse groove appear on all nail a few weeks following acute illness and grow steadily out of the free margin يعني هذا الجروف يظهر على كل النيل تقريبا ويمشي ويا النيل growth هذه result from ليش السبب مالته هو temporary arrest of growth of the nail matrix إنها بسبب illness وهذا illness عادة ممكن يكون localized nail وممكن يكون systemic disease هذه كل محاضرة النيل إن شاء الله تكونون استفاديتوا أي سؤال قلت لكم تقدر تتواصلون وياي شكرا جزيلا.